قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن مصر تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والدخول في مفاوضات يعقبها البدء في تدشين مفاوضات السلام. أوضح رشوان أن الموقف الغربي من عدم دعم وقف إطلاق النار يعد تفريطا في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات السلام وحقوق الإنسان. مصر أيضا تدعو إلى وقف إطلاق دائم، الدخول تدعو وقف إطلاق فوري والدخول إلى مفاوضات يعقبها البدء الفوري في تدشين مفاوضات سلام. وقف إطلاق النار الآن وكما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام هو أمر ضروري، وهو ليس مطلبا مصريا فقط. الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش دعا في قمة القاهرة للسلام إلى وقف فوري لإطلاق النار. والوقف والتحجج بأن وقف الفوري لإطلاق النار هو أمر بعض من الدول الغربية تخشى، وأستخدم هذا التعبير وأقصده، تخشى أن تعلنه حرصا على علاقات مع دولة الاحتلال التي تظن أنها تقوم الآن بالانتقام لما جرى يوم 7 أكتوبر، وأن وقف إطلاق النار سوف يوقف هذا الانتقام. هذا تفريط في مبادئ الأمم المتحدة، تفريط في ميثاق الأمم المتحدة، تفريط في كل اتفاقات وشرعة حقوق الإنسان.